تسيب حقك تبقى حبيبهم، أما لو إنك تطالب بيه تبقى شخص وحش وأناني ويتخاف منك. تسكت عن الإساءة تبقى حبيبهم، لكن لو هتدافع عن نفسك وترد الإساءة تبقى قليل الأدب وما شفتش بجنيه تربية. تتقبل أفعالهم المؤذية وانت ساكت تبقى حبيبهم، لكن تعاملهم بالمثل يبقى قلبك اسود ومتغير معاهم. تسمع كلام ما حصلش في حقك وتسكت تبقى حبيبهم، إنما تدافع عن نفسك تبقى بتتفلسف وعايز تطلع نفسك مش غلطان. للأسف في الزمن ده يتمشي على هوا وكيف الناس، يا هيتقال فيك العبر ومش هتسلم من لسان الكلاب. لحظة بس عشان نسيت.